طريقة تركيب السكرين الكوري على ساعات السمارت. ننظف الشاشة كويس بس، ونشيل الطبقة اللي هي اللي تحت، ونظبط السكرين على الحواف بتاعت الساعة. ما ظبطتش كده، لا هنرفعها ونظبطها تاني عادي على الحواف بالظبط عشان تاخد كامل الشاشة. تمام كده، ونفرغ الهواء اللي في السكرينة بإيدينا كده عادي. عشان حجمها صغير بس. وبعد كده هنشيل الطبقة السوداء اللي هي الطبقة الأخيرة دي، الطبقة اللي فوق بس كده. تمام كده السكرينة رجلت. تمام، لأن الناس طلبت مننا ازاي تركب السكرينة دي. تمام كده.